بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة غاوي علم، معاكم بلال أحمد. النهاردة إن شاء الله هنقول معلومة بسيطة جدا ولكن مهمة جدا جدا وخطيرة جدا جدا جدا. شايفين الإزازتين دول؟ ممكن ست البيت تقتل نفسها واللي معاها بيهم بمجرد بس إنها تخلطهم على بعض. طبعا حضرتك مش مصدق وبتقول إزاي هيحصل كده. تعال نشوف. لازم تعرف ان خلط الكلوركس على الفلاش في حتة كيميائية خطيرة ممكن تؤدي الوفاة، وناس كتير ما تعرفهاش، وحصلت لناس اكتر، وفيه اللي ربنا انقذهم وفي اللي توفاه الله. فتعالوا نشوف بيحصل ايه عشان نخلي بالنا. اول حاجة، الكلوركس ده فيه مادة اسمها هايبوكلوريت الصوديوم، ودي تستخدم للتبييض وازالة البقع سواء في الحمامات او الملابس. انما الفلاش في مادة اسمها حمض الهيدروكلوريك، ودي تستخدم لإزالة البقع وتنظيف الحمامات. فلما تيجي ست البيت الشاطرة تشغل مخها وتحط الاتنين على بعض هيحصل ايه؟ بص المعادلة كده، هتلاقي ان الهايبوكلوريت اللي في الكلوركس اللي هو ال NaClO زائد الحمض الهيدروكلوريك اللي هو 2HCl، المعادلة هتديني NaCl يعني يعتبر ملح الطعام اللي هو كلوريد الصوديوم، زائد H2O مية يعني هدي ملح ومية، زائد Cl2 اللي أنا معلم عليه بالأحمر ده، وده الأخطر في المعادلة كلها. الأخطر في المعادلة كلها. يبقى المعادلة بتشير لحاجتين. إيه اللي بتشير ليه؟ زي ما أنت شايف، هيتحول المخلوط لشوية مية بملح، يبقى أنت كده ما استفدتش من الخليط ده، ويتصاعد غاز الكلور السام والخانق واللي بيسبب إغماء وممكن يؤدي للموت لو المكان مغلق. يعني خلط الاتنين دول مش معناه انهم هينضفوا اقوى ويخلوا الحاجة تلمع، بالعكس هيفقدوا مفعولهم وممكن يكون سبب في موتك ووفاتك. فياريت نخلي بالنا ونعرف المعلومة دي كويس جدا ونعرفها لكل الناس عشان تاخد بالها. وفي الحالة دي لازم نبعد عن مصدر الدخان بشكل كبير ونخرج في مكان فيه هواء. فياريت ناخد بالنا جدا من المعلومة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.